عوامل عدة أسهمت في فشل إردوغان في انتخابات اسطنبول، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. أبرز هذه العوامل نرصدها في هذا التقرير. لم يكن فشل أردوغان في انتخابات اسطنبول مستغربا، بل جاء مكملا لسلسلة من الإخفاقات على المستوى الدولي سياسيا واقتصاديا. نظام أردوغان جر تركيا إلى معركة غير محسوبة العواقب بالتوغل في سوريا وشمال العراق تحت ذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني بدون تحقيق تقدم يذكر. كما تسبب دعمه الواضح للجماعات الإرهابية في سوريا إلى تأجيج الوضع هناك وإطالة أمد الأزمة المستمرة منذ 9 سنوات. وفي ليبيا لم يغب الدعم التركي للميليشيات الإرهابية في طرابلس، الأمر الذي دفع مجلس الأمن إلى تمديد قرار تفويض الدول الأعضاء على تفتيش السفن، يسبب انتهاك قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وهو ما ظهر جليا في السفن والأسلحة التي أرسلتها أنقرة. سياسات أردوغان وحزبه الإقصائية تسببت في تعثر مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف استراتيجي لطالما سعت له منذ سنوات. فالقادة الأوروبيون وفي مقدمتهم المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أكدوا أن تركيا أبعد من أي وقت مضى عن مبادئ الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد سلسلة الاعتقالات التعسفية التي طالت الآلاف منذ محاولة التمرد الفاشلة قبل 3 أعوام. كما عمد أردوغان على زيادة التوتر مع أوروبا في ظل تصميمه على انتهاك المياه الاقتصادية لقبرص والتنقيب غير القانوني عن الغاز. من جانب آخر، شهدت العلاقات التركية الأمريكية تدهورا غير مسبوق أسفر عن وقف برامج تدريب الطيارين الأتراك على طائرات F-35 وإعلان البنتاغون إعادة النظر في الصفقة بالكامل في ظل تصميم أردوغان على شراء منظومات دفاع صاروخية روسية، وهو الأمر الذي اعتبرته الولايات المتحدة خطرا وجوديا على وحدة حلف الناتو. كل هذه العوامل تسببت في انهيار العملة التركية لأكثر من 40% أمام الدولار وارتفاع نسبة التضخم إلى مستوى 19%، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى 25%، وهي الأكثر في الأسواق الناشئة. كما فشل نظام أردوغان في السيطرة على هروب المستثمرين والحد من سياسة الاقتراض المفرط من الخارج، وهي جميعها مؤشرات أكدتها وكالة فيتش الائتمانية التي خفضت تصنيف الاقتصاد التركي مرتين خلال 8 أشهر فقط. أين نجح أردوغان؟ تساؤل تبدو الإجابة عليها أكثر صعوبة في ظل حجم الإخفاقات في الداخل والخارج، وهو ما انعكس على السخط الشعبي الذي وجه أولى رسائله برفض مرشحي نظام أردوغان في انتخابات اسطنبول.